متابعه اكثر لهذا القرار الخاص بفتح المطارات المصريه. بينضم الي سياده الطيار رشدي زكريا رئيس شركه القبضه المصري للطيران. تحياتي لحضرتك في البدايه يا فندم. اهلا بحضرتك. ما اعلن اليوم هو خبر هام عن فتح المطارات المصريه في الاول من يوليو. الاجراءات اللي هتتخذ من قبل الوزاره وشركه مصر للطيران والحكومه لفتح المطارات، اتفضل يا فندم. ان شاء الله. طبعا احنا خلال الفتره السابقه كنا بنجري جميع الاستعدادات لعوده الحركه ان شاء الله. تمام. بدايه من تعقيم المطارات، تعقيم الطائرات، اجراء جميع اعمال الصيانه للطائرات، الاستعداد لعودة الحركة. كذلك طبعا عملنا جميع الإجراءات الاحترازية داخل صالات السفر، سواء أثناء التشيك إن للركاب وأثناء إجراءات السفر جميعها، لأن في علامات على الأرض عشان التباعد بين الركاب أثناء تواجدهم في جميع مراحل إجراءات السفر إن شاء الله. حضراتكم هتبتدوا تفتحوا الحجز من إمتى تقريبا؟ من بكره ان شاء الله هتنزل رحلات على جداول مصر للطيران بالنسبه للحجز، المقاصد اللي اوريدي مسموح ان احنا طائراتنا تذهب اليها، كل دول اوروبا، الشرق الاوسط، دول الخليج. الصين فاتحه بريستريكشن انه يبقى في رحله واحده كل اسبوع الى مدينه كوانزو ومدينه بكين، كذلك الولايات المتحده الامريكيه ان شاء الله. التعاطي هيكون مع هذه الوجهات، يعني اللي هيطرح في الغد بدءا من الغد لجهات محدده. تمام يا فندم. طيب التعامل هيكون موجود، يعني المعلومات دي بالتاكيد هتنزل على الموقع الخاص بشركه مصر للطيران للذهاب بشكل مبكر او ايا كان الاجراءات الجديده اللي المفروض المسافر ان هو يعتاد عليها؟ بالتاكيد في اجراءات معينه بالنسبه للركاب اثناء السفر واثناء اجراءات السفر. هتعلن ان شاء الله على الويب سايت الخاص بمصر للطيران وعلى وسائل الميديا المختلفه ان شاء الله. الفتح للمطارات هيكون الاستقبال ايضا للطائرات القادمه من خارج مصر. بالتاكيد. انا بشكر حضرتك شكر جزيل على التواجد معي الطيار رشدي زكريا رئيس شركه القبضه لمصر للطيران، شكرا لحضرتك شكر جزيل.